هذا شرف كبير لي، خصوصا ان انا اول لاعب سعودي احترف بفريق خارجي. هل انا افضل لاعب في العالم؟ اتمنى اني افضل لاعب في العالم. انا ما اقدر احكم على نفسي، لكن اتمنى ان انتم تقدرون. ايش اللي يقدر يخليك انك تكون افضل لاعب في العالم؟ اتوقع انك تتابع دائما اللي يحصل منك، تكون واثق في قدراتك. يكون فكري الكروي داخل فيفا ولا من خارج فيفا كلعبة كرة قدم أمريكية؟ أعتقد فيفا. إيش المختلف تكوين خطتي داخل فيفا وخارج فيفا؟ أعتقد أن الكل اللي يلعب فيفا يعرف الاختلاف. الأشياء الألعاب اللي نشأت وأنا ألعبها فيفا فبسي مان. ألعب كرة وأنا كنت صغير، للحين ألعب كرة وأنا كويس يعني. الفريق المفضل لي أتوقع أغلبكم يعرف الجواب، الاتحاد. خطتي في هذا الإيفنت إني أحاول أوصل لين آخر دور وأكيد إني أجيب الكأس إذا الله وفقني. أفضل لاعب فيفا يلعب باللعبة كريستيانو رونالدو، لأنه متكامل في كل شيء. كيف علاقتي مع أخوي وهل هو كويس في فيفا؟ طبعاً أخوي مو هو اللي يجلس وراي، هذاك مدربي، أخوي الثاني، وكان أسوأ لاعب تشوفونه يلعب فيفا. الألعاب اللي ألعبها غير فيفا أكيد فورتنايت.